الحقيقة باش نحب نسمعها عند الشعوب في مؤخرة مع الشعب الفلسطيني جبهة الدفاع، لأن الشيء اللي يصح هذا في مسألة رانا عارفين المجتمع الدولي كاين واحد الناحية قانونية، علاش؟ نقول لك أنا ضد الدوار حول الناس كما يتناظروا فينا، حنا اليوم مع العلم، حنا الحقيقة يعني غير كيما وقفة تاع محامين، أنا بالنسبة للفلسطينيين باش نعملي للشعب الفلسطيني لأنه علاه وكلهم يغنيو أنا من نشفع على روحي من يتزكى. تشرفنا اليوم بكوكبة من المحامين والمحاميات الجزائريات ليؤكدوا تضامن، وليس تضامن فقط وإنما مشاركة الشعب الفلسطيني بالمعاناة، وأيضا طرح المحامون فكرة المشاركة في تشكيل جسم بورد من المحامين يقوم بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ورفع قضايا لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وهذا أمر إيجابي رحبنا به. هي زيارة لمساندة وتعاطف ونقل أصداء عن تضامن وتعاطف والمأساة التي يعيش هذا الشعب الأبيس الذي يصمد ويكافح لأجل أن يجابه أكبر قوة على وجه الأرض. حتما قررنا أن تكون زيارتنا مختلفة عن كل زيارات سابقة، سنكون نقدم شيء اللي احنا نقدر نقدمه كحقوقيين، وهو فتح جبهة قانونية ضد هذا الكيان المستعمر بطريقة أو بأخرى. حتما قررنا أن نفتح أول هيئة عربية سيكون الانطلاق تاعها من الجزائر، ستكون عربية ثم تشمل إلى تكون دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.